السلام من الله عليكم إخوتي أخواتي الكرام، أهلا بكم في قناتي قناة أنوار برو. اليوم إن شاء الله لدينا شرح جديد وهو حل مشكلة عدم الاتصال الشبكة في بعض الهواتف، والذي يكمن في مشكل APN. اليوم إن شاء الله لدينا شرح مبسط عن كيفية حل هذا المشكل. كما ترون إخوان الكرام، عندما نقوم بفتح البيانات لا تظهر لدينا هنا إشارة بأنه تم الاتصال. كما ترون لم يتصل. واليوم إن شاء الله لدينا الشرح النهائي والحل المبسط. أولا نذهب إلى إعدادات، ثم إلى مزيد من الشبكات، شبكات الجوال. نذهب إلى الشبكة المراد الاتصال فيها، نضغط على الدخول إلى أسماء النقاط، ثم نضغط على إضافة أو زائد حسب الهاتف. أنا عندي هنا زائد التي تدل على إضافة APN جديد. نضغط، نقوم بكتابة الاسم، أي اسم، المهم أن يكون اسم باللغة الإنجليزية، مثلا أنوار برو، ثم نوافق. APN أي اسم تقريبا، أيضا مثلا أريد نقطة إنترنت، موافق، حفظ. كما ترون لما وضع APN على أنوار برو الذي قمنا بإضافته الآن، والآن نجرب ونقوم بفتح البيانات. ننتظر. واو، وكما ترون تم الاتصال. هكذا فقط نحل المشكل، هذا المشكل في كثير من الهواتف، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. والآن إخواني الكرام سنشرح المشكلة الثانية، وهي عدم الاتصال لسبب والذي هو نوع الشبكة. أجل إخواني، كثير منا يواجه هذا المشكل، فأنا شخصيا وجدت هذه المشكلة في هاتف LG G4، حيث لا يتصل بتاتا حتى إذ وجدت هذه الطريقة. انتهت المشكلة بفضل الله تعالى، والطريقة هي كالتالي. أولا نذهب إلى الإعدادات، ثم نضغط على المزيد ليظهر لنا المزيد من إعدادات الشبكة، ثم نضغط على شبكات الجوال، ثم نختار الشبكة المفضلة للاتصال، شبكة الجيل الثاني. ولكن أخي أختي، الاستراتيجية هي أن نقوم بوضع الجيل السابق، فمثلا إذا وجدت أن الشبكة هي الجيل الرابع، ضع الجيل الذي قبله والذي هو الجيل الثالث. إذا وجدت الثالث ضع الجيل الثاني، وهكذا. أتمنى أن يكون المعلومة قد وصلتكم، أي سؤال ضعوه في التعليقات. ولكن إخواني الكرام، فكما ترون في هاتفي تكتب أنواع الشبكة بشكل عادي، مثلا الجيل الثالث تكتب 3G وتكتب 2G للجيل الثاني، لكنها تكتب لكل شخص حسب هاتفه، وتسمياتها كالتالي: فGSM هي الجيل الثاني، وWCDMA هي الجيل الثالث، وLTU هي الجيل الرابع كما نعرف كلنا. وحسب اعتقادي المشكلة في هذه الحالة هي كثرة المستخدمين. أجل إخواني الكرام، فإذا تم الاتصال بالشبكة كثير من الناس تصبح الانترنت بطيئة جدا، مع أنه ربما لا يمكنه الاتصال. وتتمثل أيضا المشكلة في جودة الإشارة، فإذا كانت الإشارة جيدة سيتصل بكل سهولة، ولكن إذا كانت ضعيفة لدينا الحل، وهي عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ونقوم بتغيير الجيل إلى الجيل السابق،
فإذا كانت 4G ضعها الجيل الثالث وستتحسن جودة الإشارة. أجل إخوان الكرام، كلما قمنا بوضع الجيل السابق زادت الإشارة وطبعا ستنقص جودة الإنترنت، وللأسف هذا هو الحل الوحيد.